كوثر كوثر لا كوثر كوثر فراج يعطيك العافية. شو صار معك؟ مش الحال، لقيت بيت؟ ايه بيت لقطة غالي 2000 ليرة. امتى بدنا ننتقل؟ بمجرد ما يطلع قرار المحكمة. يعني إذا ثبتت التهمة النصب والاحتيال على محروس ما رح نطلع؟ ايش لنا نطلع؟ بيكون البيت بيتنا. والله نشف دمنا، بدنا يطلع على القرار ونخلص بقى. فقومي حطي لي لقمة أكل آكلة، كل نهار على قصب رجلي، غبرة وقلة واجب، مثل سيران الكلاب. لا تواخذني فراج، ما لحقت أطبخ اليوم. خير يا طير، شوفي عندي، شو كنتي عم تساوي كل النهار؟ كنت عم ضب أواعي وأواعي أمي. عم تساعدي أمك بضب الأغراض؟ ليش أمك بدها تسكن معنا؟ كان وين بدها تروح؟ تروح تسكن عن جميل. وين بدها تسكن مع جميل؟ جميل كل البيت اللي لقى غرفة واحدة ومع جيران ومطبخ مشترك. ليش إن شاء الله مفكرتيني أنا استأجرت لك قلعة الحصن؟ كمان البيت اللي أنا لقيته غرفة واحدة ومع جيران بس حمام مشترك. طيب تقعد معنا بين ما تتحسن الأحوال وبعدين نبقى نشوف. شوفي كوثر، لا تطلعيلي بهالمواويل، الله يخليكي. ها ايوه، من هون لتتحسن الأحوال بدها 20 سنة، هذا إذا تحسنت. يعني بنرميها بالشارع؟ ليش ترموني انتو بالشارع حضرتكم؟ ليش ماما؟ مرت عمي مو هيك القصد، بس يعني كلها غرفة، شو بدها تسع على تسع؟ ومين قال لك اني انا رح اكون عالي على حدا؟ جوزي ابو كيروز ما بيهون عالي، بيدبرني. صحيح، شلون نسينا ابو كيروز نحن؟ ابو كيروز ما بنعرفه. انت اسمعي، طولي بالك، لا تعملي لي قصص وحكايات مره ثانيه، ما صدقنا القصه انحلت. ماشي فراج، ماشي. على كل حال نحن اذا كسبناها للقضيه كسبناها، ليك البيت بضل لنا، ما حدا بيقلعنا منه وسعنا كلياتنا. اذا ما كسبناها للقضيه نحن ما رح اكون انا عالي عليكم، فهمتوا؟ ها ماما شو عم تحكي انت؟ انا ما بعيش بلاكي. فراج معه حق، لازم تسكني انت وياه لحالكم مشان تجيبي ولا تتسلي فيه. عجبك هيك؟ انبسطت؟ فنجان قهوة حلو مثل القطر، مثل ما بتحب ابن عمي. ساعة ساعة بده ليجي فنجان قهوة. معلش بدك تطول بالك علي هالمرة ابن عمي. هالمرة ما حينا، ها بس يكون بعلمك انا هيك ما بمشي الحال مع بنوبة. حاضر ابن عمي. حطيها من ايدي، ولازم تعرفي شغلة انه انا وقت فيه على بكرة بدي الاقي فنجان القهوة قدام راسي. على راسي من عيوني. بعدين انا ما قلت لك فيقيني الساعة 6:15؟ ليش فيقتيني 6:30؟ ايه معلش يا ابن عمي، يعني فرقت 5 دقايق. معلش سامحني هالمرة، بعدين انت حبيب قلبي لا عندك لا شغلة ولا مشغلة، سامحني هالمرة، سامحني يا ابن عمي. ايه هذا مو حكي، انا وقت بقول 6:15 معناتها الي غاية، لأن 6:15 غير 6:30. لقيتك متهني بنومتك، ما حبيت فيقك ابن عمي. مشان حضرتك تتأخري 5 دقايق راحت علي نشرة الأخبار. مسجلت لك ياها. انا ما بحب اسمع اخبار بايتي. تعي لهون، تعي. لك انا مالي قايل لك انه انا ما بحب اشرب القهوه الا فنجان ابنه مكسوره؟ ليش قلتي لي ابدا؟ ما قلت لي، لو قلت لك اتكسرت له ابنه. يمكن نسيت هالمره سماحه. لك يا مره انت على طول قهوتك بارده. كنت عم تتحدث ابن عمي وعم تنطق جواهر برده. روحي سخني يا. حاضر من عيوني. لوين اخذ الفنجان؟ سخنه واكسر له ابنه. المرة اللي عم تجلطني اياه ابوك يا جواز. حق مالك ولعليك ابن الحق عداي من اول الرواية، يا ريت انا جابتني لا فرجتني على فردوس يلي مثل الحرباي. حق ما عليك ولا علي كل الحق عداي. أهلين شريك. أهلين فيك. خير أبو كيروز؟ كأنك مو مبسوط. لا سيدي ماني مبسوط. بعلمي أنت عريس، يعني ما لازم يكون في حدا مبسوط أنت.
لك أنا عريسة أكلنا لك كم لا كان على البال ولا كان على الخاطر، إلا لحالنا رح نصير فوق الريح، رحنا على وش نصيح. طلي طلي أبو كيروس، شو بدك وجهة الراس؟ طلي ما بدك حجة لحتى تطلي. ليش في أكثر من الحجاج عند أم جميل؟ عنيدي راس يابس لتاتي، منين ما أجيتها بتلاقي مكماش. هذا اللي حجني لحتى تجلطني هالمرة. لك شو ما بالله بتعمل؟ إذا بالله نطي من الشباك بطلق؟ إيه إلا نطي من الشباك وخلصنا. لك شو ها؟ شو إلا نطي من الشباك ما نطي من الشباك؟ معقول الحكي هذا؟ أخ يا أبو كيروس أخ، يا ريتني محلك. على إيش عم تحسدني؟ على هالشهرة؟ لك مو قصة عم بحسدك، بس يلي صح لك مو صحيح لحدا. يا سيدي خلصني منها وخذ اللي بدك إياه. يا ريت وألف يا ريت، أنت بس طلي. هلا معقول يا أبو ياسر كل هالقد بتحبها؟ الشغلة يا أبو كيروز مو شغلة حب، الشغلة إني منيشن عليها من الصف الرابع، ومن تحت راسها سقطت 5 سنين بالصف الرابع، وإنه كانت تصبر ما كانت تصبر. ليش؟ لكن سبيدي ليش؟ ما أنت شاهد عيال. لك يا أبو ياسر الله بيحبك ما بدي أرميك بعد مصيبة. بس يا أبو كيروز المشكلة إنها صارت عائلتي، خايف إني موت وتضل قصة بقلبي. القصة أهون بمليون مرة من هالمصيبة هاي. لا تنهز ولا تهز بدنك، أنت كسبان، شوف حالك بتبكي. ساوي لي سندويشات سمنة وسكر. ما عندنا. طب معقول؟ إيه. شو يا؟ صعي لقيت بيت؟ إيه. وين الكاسية؟ هونيك في مزبلة. تطلع بالسيرفيس تقول نزلني حاوية بنزلك. لا يا شو هالمدلة هي؟ حدا بيحط المزبلة نقطة علام بركي شالوا وانسي. ليش معصبة انت؟ هاي المزبلة بحط لها من صغري بعرفها ما كانت تنقام، بعدين فيها زبالة كثير قد ما شالوا منها بضل فيها. شو ها؟ قلت لك معود مساوية لبن؟ ما عنا. يعني بعد ما انزل المزبلة وين بنروح؟ بتمشي بتحط المزبلة بوشك. قبل المزبلة في مفرق. بتدخل بهالمفرق، وين صارت المزبلة؟ بظهري. بتضل المزبلة بظهرك وانت ماشي، بتمشي لك شي 150 متر والمزبلة بظهرك، بتلاقي مزبلة تانية هنيك. وهي المزبلة التانية كمان توعاها من زغرتك؟ لك لا، هديك مزبلة دائمة بس هي مؤقتة. طيب، وبركي ما لقيناها وقت الروح. مو مشكلة، لأنه أصحاب الدار اللي على كعب المزبلة كاتبين جملة على الحيط. شو كاتبين؟ كاتبين مسبة بدهان أسود. شو هي؟ هاي تبع ملعون ابن ملعون كل من ما بعرف شلون هالعالم بيضلوا بكبوا زبالة رغم انهم بيقروا هيك عبارة. هن مجرد ما يقروا هاي الجملة بيعرفوا انه لازم يكبوا زبالة. ما في شي كيس اسود نعبيه القوبة. مين القوبة؟ نحنا. لا هاي. المهم بعد ما قرينا هاي العبارة على انه مزبلة منين توجه؟ ما عاد في مزابل، بس تقرا هالعبارة بتطلع قدامك دغري بتلاقي ارمى مكتوب عليها مطعم فلافل الجندول. انا هنيك بري عليك عم تشتغل مطعم فلافل؟ لك لا، هذا المطعم ما عاد فاتح وما عاد عم يشتغل، سكر من زمان، بس بقياني الارمه موجوده. بس انا هنيك ساكن، استاجرت محله. خطوش فردا، حدا من بينك كون يتحرك يفتح الباب. افتح الباب احسن ما اقتلي فيك. ها روح. محامي تفضل. في تفضل محامي. السلام عليكم. اهلين وسهلين عليك. السلام. شرف استاذ. طمنا شو صار معك؟ قمحه ولا شعيره؟ بالقانون يا ابني الله يرضى عليك ما في قمحه ولا شعيره، هي مسائل قانونيه معقده، يعني مو 1+1=2. حضره المحامي اوام طمني شو صار معك؟ اهلا يا مدام. اهلا. قدرنا نقنع المحكمه باحتمال وجود عمليه نصب واحتيال بالوثائق اللي عند محروس. الله يبشرك بالخير. غيره يعني حكمونا؟ طولي بالك يا مدام، المحكمة قررت إعادة فتح ملف التحقيق. يعني أستاذ إمتى ممكن ينبت بالأمر؟ يعني أستاذ فهمنا، في أمل ولا ما في أمل؟ ما بقدر طمنكم زيادة عن اللزوم، بس يا مدام بمجرد موافقة المحكمة على إعادة النظر بالملف يعني ذلك وجود ثغرات أكيدة بالوثائق. يعني في أمل؟ رغم اني متاكد بانه الامل موجود 100%، بس تحسبا رح اقول لكم 80%. 80%. الله يبشرك بالخير. اجيت والله جابك، لقيت لك طريقه للطلاق ما في منها. هي
جميل بتتزاول إذا حدا فخر بيتنا. لما بتنفخر بيتنا بتنقرف وما بتعود تشوف بعيونها. بجوز من شان هيك بتكرهني. هي لما كنا صغار كنت كل ما اشوفها الا تعالى وشوشك. تجي تقرب لي ايدنا قوم تنفخر فيها تضل شهر مصرصحه. انت بنومها تاريخ بنوم؟ تعرف اللي عم تحكي عليها هي انه مرتي ولا لا؟ بس يا ابو كيروز نحن كنا عم نتفق. فردوس عرضي نقلع من وشي. بعدين وينها؟ إذا بسمعك عم تجيب سيرتها بالعطل ولا منيح يا ويلك منيها. معناتها ربحتوا القضية بالمحكمة. مو شغلة. نسيتني ليش كنت جاي لهون أنا؟ ليش كنت جاي لهون أنا؟ شو بيعرفني؟ أنت أساسا ما بتعرف شيء، أنت وجودك وعدم وجودك بالشركة مثل بعض. أيوة جاي بدي آخذ دبوس. أبوك يا الشوكة. ليش هي الساعة واقفة؟ فرق عشا طيب كتير 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 أربع أحرف أفقي سم الكراتي عمودي مطرح ما يصير صحيح أبو كيروز ليش ما تعشيت معنا؟ أنا ما بحب أتعشى أنا بحب نام خفيف. إيه عشر رجال على قد فعالة خلينا نام خفيف أحسن له. كان بيلبق لك النوم الخفيف. أخي جميل عم يصير معي شغلة كتير غريبة بدي أسألك عنها. اسألني لشو؟ دايما بقول لحالي ما بدي أتعشى بس ما بفطن إلا بعد ما أتعشى. بتروحوا من أول أبو تفيقون لا 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 تطفينا شو ما بلش المسلسل؟ إن شاء الله بدكم تفرجوا على المسلسل اليوم؟ لك صار لي 10 أيام أنا متابعته هاك من إيدك. تفرجوا على المسلسل لحالكم انا فايت نام وانا كمان صحيح المثل بيقول تعشى وتمشى بس انا ما بدي اتمشى طار العشاء وانا فايت نام كمان مين قافل الباب انا ليش بدي فوت نام الليله مالك نومي بهالاوضه ليش أبو كيروز من بكرة إيدي وإيدك على المحكمة معلوم؟ معلوم لكان لازم أنزل معك على المحكمة وأحضر كل الجلسات المرة ما بيصير تنزل لحالها إيه لا ما حزرت بدك تنزل معي وتوقع لي ورقة الطلاق شو؟ ليش يا حبيبتي يا فردوس؟ ما اتفقنا على كل شيء حاجة بقى أبو كيروز غيرك رح أطق مرارته على الشيء اللي صح لك على نصه على ربعه وما صح لهم حاجة بكفيك روح أنا ما أطلق ما بتنقل شو غيرت رأيك مو كنت مصر على الطلاق وبدك تدور بس على حجة هالقدة كم مرة قلت لك ما بشرب القهوة إلا فنجان قدو مكسورة يعدمني إياك بدك تطلق أنا ما بطلق وبطل طلق أنا هيك عالي جسان بخرج بياخد وبيعطي أبو كيروز أنت مو تجوزني مش عن مصرياتي خد مصاري بس اعتقني ما بدي مصاري أبوك يا المصاري مصاري ما بدك لكن شو بدك؟ بدي صير مدير الشركة واقف على باب الشركة الفايت عنده طيارة والطالع عنده طيارة أولاً أبو فايز وآخراً أبو ياسر تكرم عينك أبو كيروز بكرة أنا بجيب لك أبو ياسر ضل رقعوا طيارات لحتى تنفلي لا على باب الشركة وأنا مدير غير طعمي يا بنات ما بدكم تشوفون المسلسل؟ لا ما بدنا بس إذا بدك أنا بقعد معك أنا رايحة نام تصبحوا على خير لاقي الخير بوسينا وأنتي روحي نامي تصبحوا على خير نحن ما بدنا ننام بلا ليش لحتى ما ننام عمري إن شاء الله ما أسعر بدي نام لكن ما بدي نام طول نهاري قاعدة وشقيانة أنا الله يعطيكي العافية وين؟ بدي نام روح نام برا أعطيني بطانية ما في برد أنا طافيته للكونديشن ولا انت مو رجال ارضينا بالكونديشن والكونديشن ما رضي فينا وهذا الاستئناف بيطلع منه شيء يا مدام يا مدام الوثائق اللي معه مو كتير بتفيده يعني فرصه نجاحه بالاستئناف ضعيفه جدا الا اذا فاجأنا وجاب شيء جديد منين بده يجيب خلص اخ يا محروس اذا بشوفك او بلمحك هيك لمح لعملك كبنيه على كل
نحن عم ننتظر موعد جلسة الاستئناف، ومن هون ليجي موعد الجلسة بدي اياكم تكونوا حذرين، لانه اي غلطة مدام ممكن نستفيد منها الطرف الثاني. عن اذنك. اذنك معك استاذ. مدام اي تفاصيل جديدة بتطلع او بتظهر بعتي لي اياها على المكتب دغري. طبعا. عن اذنك، لانه ما بدي مفاجآت اثناء الاستئناف. طبعا. خاطرك. مع السلامة. يسلموا ايديك حضرة المحامي. هلا افضيت لك يا ابو كيروز، تفرغت لك تمام. لشوف يا بتطلق يا ما بتطلق. يا بنت يا كوثر، سوي لي فنجان كاوكاو. نعم، شو قلت؟ فنجان كاوكاو. ومينك انت حتى سوي لك فنجان كاوكاو؟ انا جوزة لامي. اصلا انت لو فيك دم ما كنت لساك قاعد. لا لا، ليش امي خلت فيني دم؟ امك بسط لي كل دمي. من سنة انا ما دقت شي اسمه فواكه، من سنة ونص ما دقت شي اسمه لحمة. بتنفس صيف وشتاء هو خصيب، بالصيف غبرة وبالشتاء رطوبة، بقى منين بدك يعني يصفى فيني دم؟ انا اساسا لو ما كونديشن كنت متت من زمان. وامي شو دخلها؟ شو هي مجبورة فيك؟ لا تكون خلفتك ونسيتك. لك التور التور بلا تشبيه، لما بيفلحوا عليه بيعرفوا، وانا قاطع من التور، عم يفلحوا علي وما عم يعرفوني، وراتبي ما عم يزيد ولا فرنك، بقى شلون امك ما دخلها؟ هلا بدك تقنعني انه راتبك 4000 قلال؟ لك تار جنابك على بكره بتوقفي على المرايه شوي بتلوني بوشك ب 4-5000 ورقه. يا على قد لحافك مد رجليك. ها يعني اذا كان الحافي قصير لعند الركب بص رجلي لحتى ادفع انا. هو علينا ابو كيروز، شو بدك بقى؟ فهمنا فنجان بعمل لك اثنين. بدي كاسه 3 انصاص، نص كاوكاو ونص حليب ونص سكر. مشانك. مشاني انا؟ طبعا مشانك. في حدا هون؟ لا ما في. عاوزك تكلم فيه. تعال معي. لكن تعال. شو قلت ابو ياسر؟ لا يعني لا، روح خيط بغير المسلي. يعني ما بدك تخدمني هالخدمه؟ سعيد صديق وقت الضيق. لك انا صديق وانا ضيق؟ شو نسيت دزينت الخوازيق اللي رجعت لنا اياها؟ خلص ابو ياسر، الك علي ارجع حطك عضو مجلس اداره، واحد شرف. وينه؟ شو وين؟ شو هاد؟ لك الشرف اللي عم تحكي عنه. طيب شو بدك؟ أنا ما بشتغل شغلي قبل ما أضمن حقي. قديش بدك؟ خبط لزق مليون. عجبك عجبك، ما عجبك روح اشتري من عند غيرنا. ماشي مليون. أنا معي سند أماني بمليون ونص، بس بتوعدني ما تطالب بالنص مليون بعدين؟ بوعدك. ماشي حقني. هاي سند الأمانة، وهي طجة حافر. هات هويتك. ليش ما في ثقة أبو ياسر؟ وينه؟ وينه؟ شو هاي؟ الثقة اللي عم تحكي عنها. بدنا نتأكد من اسم الأب واسم الأم وتاريخ التولد ورقم الهوية، أحسن ما يطلع لي موقع السند ميت مثل ما صار مع عم جميل. ماشي. هاسيك هاي الهوية. صراحة شوي أبو ياسر. ماشي. وهي محروس، وهي توقيعي محروس. تفضل وقع أبو ياسر. كل شي تمام؟ تمام. ها هاي نسختي وهي نسختك، تأكد منها مرة تانية. تأكدت. بعدين بتقول غدرني، تأكد مرة تانية. خلاص تأكدت. ماشي. سيك هاي مفتاح صندوق الحديد، وأنا عم بستناك تحت. لا تنسى المصنف الزهر. شو؟ المصنف الزهر. وخلي المفتاح معك، بجوز ينفعك بعدين.
يلا خلص. امي هاي الخشه اللي استاجرتها بكره بدي ارجع المفتاح، بدي اتركها. اتركها، استنوني بس لاخلص هالقضيه من بين ايدي لاشتري لكل واحد منكم شقه. انا بدي بالمشروع مرت عمي. انت وين بدك جميل؟ ما بعرف وين بدي اسكن امي، لساتني محتار. بس بوس وين بدنا نسكن؟ انا جاي على بالي نسكن بمسبقه الصنع. لك شو مسبقه الصنع وما مسبقه الصنع؟ بدي اشتري لكم شقه قريبه. ونحن رح نضل هون؟ مين نحن؟ انا وياكي. معلش انت ارجع لي على الزفتيه، بقعد جمعه عند كوثر، جمعه عند جميل. كيف كل واحد منا بدي اسكن لحاله؟ شو بدك تحكي علينا العالم؟ تبقى حكايه اللي رايح وجاي ام خلقتي. انا بدي شاي مثلكم. قوم صب لحالك. انا بصب لحالي. روح ما تذبل لاولاد تخ. يا اولاد تفرفدوا، تعال جميل اقعد جنبي مشان ما يرجع يقعد هون. اوان كيف هذا تفرفدوا تفرفدوا؟ كان رايح على وشه. اجا ياي دلعة ام كيروس، حطيني اصبعتك هون شوي تحلى. انا هي شغلتي لما نقف بيت كرعوبي. شو ابو كيروس شايفتك مع على بعضها؟ مالك شايفتوني شو عم يعاملوني؟ لو انا محلك ما بقعد ولا دقيقة بالبيت يا اخي. ما بدي اياك. انا ما بدي اياني قال قلبي عم يقول حق بقى علي. بعدين اذا ما بدي اياني ليش حتتاخذني من الاول؟ غلطة، اخذتك مشان تنتقم من محروس. مو تنتقم من محروس على كتافي، شو انا طرطور؟ هلا انت شو بدك فيها؟ المهم يضل راسك مرفوع. بالله بدك يعني ارفس النعمه بعد ما اجيت لعندي؟ لا تحلم فيها بنوب، ويكون بعلمك انا بدي مركز بالشركه وانا ما بنضحك علي بنوب. وانا بدي مصلحتك. اذا كان بدك مصلحتي روحي احكي معها، هلا تحكي معي. ما بتقتنع، ما بتعرفها مرت عمي راسها يابس. ان شاء الله عمرها ما تقتنع، اذا هي راسها يابس انا راسي اي بس. راح جميل جميل ولا كوثر حسين حبيبي. شو في مرت عمي؟ شفتيه مصنف زهر؟ زهر تبع شو مرت عمي؟ ليش مصنف زهر هالقد قدو فيه وراء الشركه؟ اذا راحوا بينخرب بيتنا. لك السوق مليان مصنفات ملونه، هلا وقفت على المصنف. منين طلعت اللي انت لك بقلب هالمصنف فيه وراء الشركه؟ وامين جدا جدا، من دونهم بتتربط ايدينا. جميل ولا كوثر ما وصل تعول شوف. اوام خير ماما؟ شو بك؟ شو في؟ شو صار؟ ليش عم تعيطي؟ حسين انا تكوني عامله شي شغله. يا لا مسكينه ما عملت شي. ماما المحامي قبل شوي كان عندي وطلب وراء مهمه كثير، شفتي لي اياهم شي؟ هدول اللي بالمصنف الزهر؟ ايه شفتيهم؟ لا ما شفتهم. اوام بهاللحظه تنكتوا لي البيت وبتدوروا عليهم باسرع وقت ممكن. ليش مرت عمي هو وين كان؟ بصندوق الحديد اللي بمكتبي. ماما بلكي مسروق؟ لك لبيبي لك فهيمة، الصندوق مقفول وفي مفتاحين، معي مفتاح ومع محروس في مفتاح. محروس بيكون سارو. تسلم لي. شو لبيب؟ ليش محروس بيسترجي يفوت لهون؟ مو ضروري يفوت. لك شلون مو ضروري؟ لك شلون بده يسرقه؟ ابو ياسر. ابو ياسر ما معه مفتاح. تسلمي لي. شو لبيبي؟ ليش محروس ما بيقدر يعطي لابو ياسر المفتاح؟ وشو مصلحة ابو ياسر بهالشغلة؟ بيكون لعب له بعاله انتقاما من حبنا. لك حبك برصو 10 خرز والله لخليه يلعب بالاربعة وراسه الخامس. جميل ولا فرج ولا اجتماع. شوفي امي شو القصة؟ تعالوا شوف لهون. انت لوح بتوقف لي على باب الشركة الخارجي، ما بدي حدا يفلت منك، وانت بتوقف لي على باب الصالون، السمسمة ما بصير تدخل. ما بدنا نفهم شو القصة؟ بدي سد كل النوافذ مشان المدعو ابو ياسر ما يفلت من بين ايدينا. نحن شو مهمتنا مرت عمي؟ انتوا التنتين بتضربوا على ابو جنى، كيف ما لاحق شاحت الحقوني. تفضلوا. يلا. وين طاحش؟ انت خليك بالمؤخرة عم تلحس مع عود. واقفل على حالك بالبابك ابو ياسر؟ اطلع ولا؟ العمى هي ناوية على الشر، هي ما بتعمل هيك الا باللحظات الحرجة. ابو ياسر اطلع احسن ما بهدلك. يا اطلع بدك تطلع يطلع البلح فيك. اطلع.
اطلع اطلع يا اندبور يا هردبشت يا ابني الهردبشت، اطلع يا تنتوف يا مكحكح يا جربان يا انفوسي يا ابو برغيط اطلع. احسن شيء اعمل حربي. ما بدك تطلع ما؟ اطلع يا معت يا ابن المعت، اطلع يا شرشوح يا ابن الشرشوح، اطلع يا سنكوح يا ابن السنكوح، اطلع يا نص نعم، اطلع يا برميل المازوت الفاضي اطلع ولا؟ امي شو يعني نص نعم؟ شو بعرفني ارتجلتها مثل شيعه المسرح. مرت عمي كل هالاكل ما بيشبع، انا بفهم انه لازم نعمل اقتحام، تعال جمود. لعيونك. بعدو لك ثلاثة. بعدو. واحد اثنين ثلاثة. دم 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 امي احسن شيء اللفه بسجاده مثل تبعات التلفزيون. اذا لفيته ما بضل حدا ما بيعرف انه بالسجاده في قتيله. يا امي ولي ابو شكيب صار له عمر عم يتشهون على جريمه قتل وهلا صارت وصلت لتمه صاخ سليم. شوفي 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 ماما شو ماما شو ماما 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 شو لك شو بدك انت بهالشغله؟ شغلتك هي روح افتح لي باب اسقع شوف لي اذا في حدا واقف حتى رجع معك. شو المعقودات؟ لك ايه لكن حسيني منهم بعرف. ما في حدا على الدرع. منيح كثير اسحبوا طالعوا اسحبوا طالعوا اسحبوا بابا بابا نشرة الأخبار شي تنتين وربع. ما في لزوم، شفتها بالنشرة المصورة تبع الفضائية. أم كيروس ليكون خسرتوا الاستئناف. ضحكت عنزي على باب مسلخ، تروح يا
بقيت المسألة. تفضل عمول كاكاو. الله يرضى عليك يا كوثر، شو عم تتحسن؟ لا تدري شي، لا تدري شي، هلا بتخربطيني بالعد. ضروري تعد، شرب شي مرة بالعد. ما بقدر لأنه ناوي أدخل موسوعة كنس للأرقام القياسية بالكوكو. وطش بالصحراء. ليش شعركم ابيض؟ من الرعبه. جميل، انا امك، انا امك جميل. عينكم ما تشوف اللي صار معنا، عينكم ما تشوف اللي صار معنا، ونحن منزلينه لابو ياسر، قامت الجثه بلعطه وقالت لا تدفنوني، لا تدفنوني، لا تدفنوني. نحن شفنا لكم هالشوفه، منبحتنا باربعتنا وركضنا كل واحد من ديره، وجميل طش. شو هالفرش دم؟ شو هالفرش دم؟ ودي عليك دم. لما شفته لجميل طش طش، قمت لطيت له قفا الصخره ومسكت الحجره ولخته على قفا راسه، قام له ما صبته بقفا راسه، كان هلا وصل على الربع الخالي. بلاش تحكي جميل. ماما ماما حبيبي. امي امي بدي مي. ماما مي مي مي. جميل سينا سينا، هذا انت هون؟ ما عم تشوف لك يلا كوسه. ما عم شوف بس عم بسمع. شو حاسس حالك تقبرني؟ ما لي حاسس بشي منو. شو انت كنت معنا بالدفن؟ خلاص لك محروس، اصبر لك اليوم شوي. حقي ولا مو حقي يا شكيب؟ حقي انا، حقي. ما عم بطلب شيء زياده؟ لك يا اخي حقك والقانون بصالحك، بس اصبر لك اليوم كم نهار. وين بدهم يروحوا بعفشهم يكبوه بالشارع؟ عم احكي انا من منطلق انساني لك يا محروس. انا ما عم اقلعهم من البيت، انا اعطيهم مهلي، بس يا اخي انا بدي افصل الشقه عن المكتب، بدي مارس عملي وحقي هذا الشيء. لامتى بدي ضل معطل انا؟ خلص لك محروس، افصل المكتب واصبر لهم بالشقه شوي. شهر؟ اكثر من شهر؟ شهر منيح. بعدين بدي ضمانات بعدم الاعتداء علي لانه انت هاميني بالنصب. هلا بنزرهم. شو الشغله فلتانه يعني؟ بس بيني وبينك لك محروس، ما في بالنص نصب. ابو شكيب، شفت الوراق ولا ما شفته؟ هلا شفت الوراق، بس شو بدنا فيه؟ ابو شكيب انا ماني نصاب. ماشي اخي، غير القفل بين الشقه والمكتب. غيرته، ما عم بستنى حدا يقول لي. انا رح فوت اتفاهم معه لك. انا حبيت خبرك بس مشان ما يصير مشاكل. ماشي. احترامي سيدي. شو الناس هي؟ حدا بينعطى وش بنو نو. حروز حروز. هلا 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 ابو ياسر، هلا عيوني. وينك يا اخي؟ اشتقنا لك. حروز شو صار لك؟ اجيت بوقتك، بدي صفي حسابي على الاخر. يعني بدك تدفع لي مصرياتي؟ أنا مصريات؟ أنا إلي عليك 500,000. شو 500,000؟ لك أنت هول ماضي لي سند أماني بمليون ونص. مزبوط، وأنت ماضي لي سند أماني بمليونين. شوف أنا ماضي لها، أكيد مزور التوقيع. لا يا أبو ياسر، شو نسيت النسخة الثانية ونسيت لما قلت لك تأكد مشان ما بكرة تجي تتهمني؟ أوعى. يا ندم يا حقير، لك انا ما قلت لك لا تطلع وتنزل قدامي كثير. روح فكر كيف بدك تسد لي المبلغ. يلا الله لا يوفقك، اشتريت لنا كل شيء. لك منين بدي اجيب لك هلا 500,000؟ في عندك قطعه ارض على طريق الاشرفيه، ابوك مورد لك اياها. شو وضعها هي؟ الله لا يوفقك،
الله الله لا ياخذ بيدك، الله لا يعطيك عافيه، الله لا يشحك خير، الله لا يبلش بينك بحرق. خلصنا يا ام جميل، خلاص منيح بالمال ولا بالعيال. المصاري مثل ما راحت بترجع. حاجه تنوح وحاجه تسوح. سيدي محروس اللي عملوا فينا ما لازم يمر هيك، ما لازم، انتوا القانون سيدي مو انتوا القانون. على الاسف هلا تذكرت القانون، لما كنت تنشفي لي دمي وتخليني اغلي من جوا لتجاوبيني على سؤالي ما كنت بتعرفي قيمه القانون. هلا ما عاد يطلع بايدي شيء بنهب، لانه القانون لا يحمي المغفلين. حاجة تبكي بيقول المغفلين. سيدي قديش معنا مهلة لنخلي البيت؟ معكم شهر واحد بس. ايوه مشاكل ما بدي. ها افتح الباب يا ابني. حاضر سيدي. فردوس فردوس، لك شو عامل بحالك؟ ليش معفر؟ ها ما في شي ما في شي، كنت عم بحفر اساسات بالأشرفية. ها آه يعني ما في داعي لتدخلي. ها لا لا لا، شكرا شكرا الله يخليك. عن إذنك يا مدام. لك هاي عملة بتعملها لك أبو ياسر؟ لك أنتو هيك بتعملوا فيني؟ بتدفنوني وأنا حي؟ لك ما بتقولي في 10، ما بتقولي 40 سنة وأنا واقف جنبك، ما بتقولي 20 سنة وأنا فاتح لك دكانتي على حسابك، عم تزقي منا أشكال ألوان، بلطمينا ضامي على سكر، سكر نبات وخلافه. وانت ضروري تعمل حالك ميت مثل ابو الحصين؟ يكتر خير طباعي اللي نبشوني قبل ما اختني. يعني طباع؟ ايه حفروا وطلعوني. شفقوا علي؟ لا طلعوني من شان ياكلوني. واكلوا؟ مين قال لك ما جربوا؟ اول واحد قرش قرشي. قمت هربت مثل العاده. أنا اهرب، ليش كنت قدران امشي؟ مقطوع نفسي. وشلون صمتوا بعد ما اكلوا؟ إيه هذا الطبع يلي قرش قرشي طلعت بالخفافة، اتشردق راح يدور على شربة مي، قاموا الطباع التانيات اتطلعوا فيي بلقم ومشوا. قبل ما نمشي من البيت احكي لي مع أمك مشان التلفزيون. شو هو التلفزيون؟ بدي أعرف مين بده يستلي عليه. مين بده يستلي يعني؟ طبعاً أمي. لا يا، ونحن نطلع زمليط؟ أساساً هذا التلفزيون الوحيد اللي طلع لنا من بين هالزمبليطة كلياتها، ياخذوا أبو كيروس. هلأ جميل بقول لك بدي إياه. لك شبكن عشا عم تحكوا؟ شو في؟ عم نحكي على التلفزيون. شبو؟ عم نقول مين بده ياخده. حبيباتي تلفزيون إلنا وما حدا بياخده غير أنا. ليش إلكم؟ شو أنتوا أحسن منا؟ العمى العمى شو طميع؟ أنا ما طلع لي شي من هالبيت. شلون ما طلع لك شي من هالبيت؟ أنت أخذ كوسر وأبو كيروز أخذ أمي والكونديشن، خلوا لي التلفزيون. أخي كوسر برجع لكم إياها، بس تركوا لي التلفزيون إلي. فراج عم تبيعني بالتلفزيون؟ معلش كوسر، تلفزيون ما بياكل وبيشرب. بس بيصرف كهرباء. انشقت حالها فاتورته ما بتطلع لها 200-300 ليرة. لك شو فيه؟ علاش مختلفين؟ مختلفين على التلفزيون. التلفزيون ما حدا بياخده غيري. ابن عمي ابو كيروز متعود على نشرات الاخبار. هذا جوزك ابو بلوط ضو ايش كل شيء؟ ما بكفي اخذ الكونديشن؟ انتو شباب بتتحملوا. تلفزيون الي وما حدا بياخده غيري. اسمعوا لا، انا متزاول منك من اول مسلسل، التلفزيون الي وما حدا بياخده الا على جستي. اختط ربي هالراس بدك. امي عضي خط على قلبي، خط على قلبي. ما غلط عليك. اختط ربي يا خدو، انا كبير العيلة وانا اللي بدي احكي. جميل ولا؟ رجع لك امك اعطيني التلفزيون. ليش بقى؟ مشان اتفرج على المسلسل تبعنا وقت بده يطلع.